الرحيم اسمي حسن حيدر بالزون من سكان مدينة ديربون في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية الأصل من لبنان صار بأمريكا تقريبا شي 18 سنة وعمري 29 سنة وبشتغل حاليا بمجال الجرافيكس والطباعة عندي شهادة بكالوريوس من جامعة يو اف ام يونيفرسيتي اوف ميشيغان بأمريكا أه وغير هيك يعني عندي مثلا انه هوايه تصوير وفيديو وهالمسائل مشتقاته يعني جينا على امريكا بسنه 2000 وقت ما جيت كنت صغير يعني كان عندي عمري شي 11 سنه وجيت انا واهلي طبعا بهذا العمر فجينا كلنا نحن جينا من لبنان على امريكا نقلي وحده مثل ما بيقولوا كنت أنا وأمي وبيي وإخواتي التنتان وخي زكريا ومن وقت بعدنا يعني سكننا بمدينة ديربون وقت ما وصلنا وبعدنا بمدينة ديربن لهذا اليوم حاليا صار خمس سنين متزوج والحمد لله الله, الله سبحانه وتعالى رزقنا ببنت احنا غير حسين ما عدنا وسيلة سيدي اسألك الدعاء وقعتي <applause> عليك ظلت تنزل جروح يا ابو اليمة بمصابك ذابت الروح طلب راي توفقني بخدمتك ولا تحرمني من الدمع والنوح يا بو النعمة وباب للرحمة أدري توفيقي هو أسبابك الجالية بون مختلطة يعني بتشوف في عنا من جميع الأعراق والأجناس بي وخاصة بالتحديد من العالم العربي يعني مثلا في لبنانيين في عراقيين في يمنيين في سوريين في حتى فلسطينيين أردنيين بس الأغلب العام عادة هو لبناني وعراقي ويمني هاد ثلاث مجموعات وطبعا يعني في عندك اختلاف بال... بال... بالأديان وبالطوائف حتى بالمذاهب. يعني في عندك مثلا جزء لا باس به من من اهلنا بالجاليه هون مسيحيه وفي جزء كمان منهم سنه وفي جزء شيعه. أه هلا ما بعرف بالتحديد شو هو السبب اللي انه الله سبحانه وتعالى مثل شاء انه كل هالمجموعه من يعني من اهلنا ومن العرب المهاجرين يجتمعوا بهذه المنطقه بديرهم بالتحديد بس الظاهر انه من 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 فترة يعني وقت ما كانت شركة فورد بعد عم يعني تحت إدارة هنري فورد وعم تقوى هيك كان في طلب على عمال كثير وانفتح باب الهجرة وصاروا يعني كان هون مثل في باب رزق فصاروا يجوا ويتجمعوا ويشتغلوا ومطرح ما اشتغلوا بنوا بيوتهم وبنوا أسرهم ومجتمعهم وصارت هيك يعني فالحمد لله الجالية عندنا هلا أه يعني في عنا مراكز كتير في منظمات شبابية كتير مؤسسات إسلامية مؤسسات خيرية مؤسسات اجتماعية كله هيدا موجود المراكز الإسلامية عنا بالجلي متعددة وفي عندهم نشاطات مختلفة وفي يعني غير المراكز كمان في منظمات إسلامية فعالة على الأرض بس يمكن ما عندها مركز ف... هذه النشاطات بتتراوح مثلا بين احياءات بشهر رمضان احياءات الليالي المناسبات افراح اهل البيت ومقاتم اهل البيت اه المناسبات العامة الكبيرة مثلا مثل العيدان عيد الغدير كمان عيد الغدير الصفوف اه اه محاضرات مثلا اسبوعية او شهرية اه في كتير يعني في كتير انجازات بيعملوها بس ابرزها ابرزها هو اه بعاشوراء عاشوراء بتشوف انه الجاليه كلياتها بتحيي عاشوراء والمراكز كلياتها بتنتلي يعني يمكن في 10 15 مركز كلهم بيكونوا في عندهم حضور والحمد لله والعالم يعني بتشارك وهيدي ببركه الامام الحسين عليه السلام بس من هذه البرامج مثلا بيكون في محاضرات باللغه الانجليزيه محاضرات باللغه العربيه حتى مجالس باللغه الانجليزيه طبعا مجالس باللغه العربيه وفي برامج للشباب وفي مسيرات عادة بتصير يعني في مسيرة عاشوراء ومسيرة الأربعين مسيرة اللي بتكون هي عادة ضمن أول عشرة أيام من عاشوراء وبيرجع كمان في عنا بالجلي مسيرة الأربعين اللي بتجي بذكرى الأربعين في بعض الشباب يعني بيعملوا بيروحوا على الجامعات بعاشوراء بيوزعوا مي بيوزعوا أكل باسم الإمام الحسين عليه السلام في شباب تانيين بيعملوا حملة تبرعات غذائية هذه عبارة عن انه مثلا بروحوا بيلموا اكل شغلات ما بتخرب يعني معلبات موني هاك مسائل وبياخدوها بيتبرعوا فيها كمان باسم الامام الحسين عليه السلام لمراكز كبيرة هون عنا يعني, يعني بالولاية هي بالطعم اللي بكونوا مثلا فقراء او محتاجين وإلى اخره يعني في عنا كمان يعني بعض الاخوان كمان بينظموا بعاشوره بينظموا حملات تبرع بالدم كمان عم بتكون باسم الامام الحسين عليه السلام والحمد لله يعني بهدل بهذه النشاطات الشباب بتحسوا دائما مقبل وعم بشارك وبيعطي من قلبه انا مولاي مو خايف من الموت الدنيا تنتهي والاجل موقوف بس خايف يجي عاشور ثاني وانا بمجلس عزاء ما الي صوت العمر فدوة والله ما يسوى لكن احتاج لخدمة احبابك اريد اخدم بالعزاء القم غايتي بعمري اذكر مصابك يا سيدي المجال اللي بيخدم فيه الامام الحسين عليه السلام حاليا هو مجال الجرافيكس والتصاميم وحتى يعني نوعا ما انه الشغلات الاعلاميه الميديا يعني ف بالبدايه كنا مجموعه شباب مجتمعنا مع بعض وانه بدنا نعمل عمل للامام الحسين لله سبحانه لوجه الله سبحانه وتعالى نحيي ذكر الامام الحسين فبلشنا بدنا نعمل اعلانات فاشتغلنا على الاعلان وكانت يعني انه مثل هيك مراحل اوليه ومستوى ابتدائي مثل ما بقولوا بس الحمد لله انه مع مرور الزمن صار في تطور ويعني هلا صرنا انه حتى في عنا مثلا برنامج العاشوراء اللي بنعمله وفي عنا المسيره العاشورائيه اللي بنعملها وهذا يعني هذا ال نحن بنسميه العاشورا بروجكت بيتضمن مثلا حمله ثقافيه اعلاميه بيتضمن آه فيديوهات آه يعني بصياغ عاشوراء وهالمسائل كلياتها آه حتى كمان في عنا مسائل يعني العالم ترغبها مثل الكنزات الكبايات الشغلات اللي بكون فيها طابع عاشورائي. فصار الشغل عنا انه كل سنه صرت انا جزء من فريق. فريق عمل شغلته الجرافيكس والتصاميم العاشورائيه لحتى يصير في عنا حمله اعلاميه عاشورائيه جيده. ف هلا مثلا بنبدا شغلنا انه كل سنه بيكون في اول شيء بنختار نختار بنختار موضوع بكون هو مثلا انه المحور للسنه أه على اساس هذا الموضوع بنختار عنوان بس نختار العنوان بنبلش كفريق أه نشغل على اقتراح افكار يعني وضع افكار لحتى يطلع عنا تصميم حلو فببلشوا أه يعني الشباب والاخوان والاخوات وطبعا انا بكون معاهم انه أه شوف في فكره حلوه شوفي في رسم حلو نقش حلو تصميم حلو وبعد طرح هذه الافكار كلياتها ويعني بنروح وبنرجع بنروح وبنرجع بنقرر بناخذ القرار انه بالتصميم اللي بدنا اياه، وهذا التصميم ساعتها بيتاخد وبصير مثلا انه يتبلور حواليه تصميم الكنزات او تصميم الكبايات، تصميم اليافطات اللي بدها تنزل، التصميمات اللي بتنزل على صفحه الفيسبوك وعلى الانستغرام، التصميمات اللي بتكون مثلا بتبين بالفيديوهات اللي بدنا نطلعها بكل هذه المسائل بصير يعني بصير هذا التصميم الاساسي اللي نحن بنسميه الانيو جرافيك بصير هو المحور بالتصاميم لباقي الامور بعاشوراء فالشيء اللي جذبني للعمل لخدمه الأم الحسين عليه السلام بمجال الجرافيك والتصاميم والاعلام هو انه كان عندي شويه خبره وكان في حاجه كان في حاجه لحدا مثلا يعمل تصاميم يعمل آه منشورات آه هالشغلات كلياتها آه فبلشنا نعبي الحاجه وشوي شوي يعني آه توسع العمل عنا نحن تركيزنا مثلا بعاشوره انه الحمله الاعلاميه تكون أساسها بالانجليزي ليش لانه آه بدنا شبابنا اللي الجيل الناشئ اللي هلا انه ياخذ هذا الانطباع ويكون عنده هذا الشيء كمبدا وكشيء بيهتم فيه بحياته شيء يقدر انه هو يتواصل معه ويفهم عليه على هذا الاساس يعني هون بتكمن هي الاهميه بغض يعني مش بغض النظر بس هذا هذا مع طبعا تحت عنوان انه الاهميه الكبرى هي معرفه الامام الحسين ومعرفه اهداف الثوره الحسينيه عليه المباركه معرفه اهداف الثوره الحسينيه معرفة دور الإمام عليه السلام، دور السيدة زينب، دور الأشخاص والشخصيات اللي كانت معها بكربلاء. السنة الماضية كان في كذا حادثه صارت عندنا مثلا بالجاليه انه اشخاص كان عندهم حاله يأس طلع معانا تصميم هذه آه عباره عن قبه الامام الحسين عليه السلام والرايه وهون آه حمامه اللي هي مثلا بتمثل آه المحبه والسلام وال والامل وهالمسائل كلياتها وبالعربي آه بال بال داخل القبه حطينا عباره لا تقنط وبالانجليزي كانت كلمه دونات دسبا فبس عملنا هذا التصميم كمان صار في عنا عمل اخر انه صرنا نعمل اعلانات تنزل على على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا انه آه يعني مثلا بتتداول مسائل او انه بتحاكي مسائل اوجاع العالم ممكن انها انها تعيشها وكمان هيك الهدف منا انه بعث الامل عند العالم كمان جزء من الحمله بكون طباعه آه شغلات مثل كنزات، كبايات، آه، كبايات للشاي، للقهوة، كبايات آه، مثل أناني مي بتتسكر، تتاخد هذا كله الهدف منه أنه آه، نقدر نعمل تفاعل مع ال... يعني مع الشباب ومع ال... العنوان اللي نحن اخترناه ففرضاً أنه آه، بنعمل الكنز اللي بكون محطوط عليها الشعار، شعار السنة الماضية كان أنه لا... لا تقمت، do not فصرنا نشوف انه بكون مثلا انت ظاهر بتشوف ولد لابس هالكنزه بايام من هالايام مع مبسوط فيها لانه التصميم حلو هيك فبتشوف انه العالم تتفاعل مع هذا الموضوع بعاشورة وبرات عاشورة او بتشوف مثلا امرار انه واحد حامل كباية حاطط فيها قهوة ومطبوع عليها الاعلان العاشورائي او التصميم العاشورائي المعين يعني فهذه المسائل كتير يعني الحمد لله جذابة وبتفيد الناس أكتر شيء العالم حبت الكنزات كان تصميمنا نحن وقتها أنه السيدة زينب واقفة حامل الراي الحسينية أه يعني كأنها واقفة فوق جبال أو, أو, أو قمم أو تلال كمان عنا بالقاعة مثلا اليافطات اللي بنعملها السنة الماضية عملنا شغلة أنه اخترنا عدد من اسماء من من اسماء اصحاب الامام الحسين عليه السلام وبعض من اهل بيته اللي كانوا موجودين معه بكربلاء وعلقنا هذه الاسماء على يافطات كل اسم لحاله على يافطه بالسقف بالقاعه اللي عندنا والفكره الشاب اللي طلع فيها على قال انه في موقف للامام الحسين عليه السلام وقت ما بيوقف بكربلاء وبصير ينادي اصحابه يا حبيب يا مسلم آه يا كذا يا آه فعلى هذا النص انه ليش ما بناخذ اسماء كل هول الاصحاب والشهداء او مثلا الشخصيات اللي كانت مع الامام الحسين مثلا من جانب النساء حتى ومنعلق كل واحد اسمه مثل ما الامام الحسين عليه السلام نادى كل واحد باسمه يوم عاشوراء فمن هون استوحينا هذه الفكره وعملنا التصاميم وعلقناها والله آه كمان شغله تانية مثلا بنعملها نحن بالقاعه انه في عنا آه السنه الماضيه عملنا صممنا بوستر اداب عاشوراء والعالم انبسطت فيه يعني انه قالوا والله فكره حلوه هيدي انه مثلا يستحب لبس السواد، يستحب التباكي، اجتناب الاحاديث الجانبيه. انا اللي خليت حزنك صاحب وياي اجيب اسمك وون من اشرب الماء نسيت الوطن واهلي وما نسيته وجاتك اشتكي من هموم دنياي اريد احضر دعوه لله. اسال بدمعي يا وقت كل سنة في عنا مسيرة عشوائية بتصير، عادة المسيرة بتصير قبل العاشر بيومين أو بعد العاشر بيومين حسب، لأنه في مسألة نحن بنحب نراعيها إنه حضور الناس بيكون أيام العطل يعني يوم سبت او احد فبنحاول قد ما فينا انه نضلنا ضمن هول الايام فيوم المسيره بتتجمع الناس بباحه هذه المدرسه اكبر مدرسه عنا بالمنطقه بالمدينه بتتجمع الناس وببلش المسير هلا اجمالا بكون عدد المشاركين بالالاف فالمسيره في فريق عمل كبير جدا بقدم وقت وجهد جبار لحتى تنجح المسيره يعني مثلا في آه في شباب من مختلف الجنسيات بتجي بتشارك مثلا شيء بكون شغلته انه ينظم السير شيء سلامه الحاضرين آه في عنا فريق مثلا عمل مع الاخوات كمان بكون آه الشرطه هون عنا بالمدينه كمان هن بيحضروا ففي في بعض الشباب بكونوا مسؤولين انه آه هن يتواصلوا مع 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 الشرطه وشوفوا شو بيتطلبوا وشو بدهم وهالمسائل كلياتها في عدد من الشباب مثلا هن شغلتهم انه آه يجهزوا سبيكرات الصوت لحتى العالم تسمع شيء هي ورايحه على المسيرة في عدد من الشباب شغلتهم انه آه يجهزوا المسرح والمنبر واليافطه اللي بدها تتعلق ويتاكدوا انه ما حداش بيطلع مثلا بيكسروا بيعملوا شي شيء بيعمل شغب هالمسائل كلياتها في شباب شغلتها انه تتاكد انه مثلا النساء مدخلهم جاهز وبيسمح بيسمح لهم انه يفوتوا بشكل منظم ومريح وكمان الاخوه الشباب نفس الشيء في شباب شغلتهم انه يشتغلوا مثلا ينظموا الرواديد اللي بدهم يكونوا عم بيقروا خلال المسيره انه ينظموهم يساعدوهم انه انت دورك مش دورك تعال تفضل هالمسائل كلياتها ففي يعني في في طاقه المسيره بتتطلب طاقه وجهد من من اشخاص كثيرين الجانب الاعلامي اللي المسيره يعني بتتطلبه فكل سنة بيكون في عنا عدد كبير من الشباب والإخوان الإعلاميين والأخوات حتى الاعلاميين اللي بيجوا شي بيصور فيديو شي بيصور صور شي بيصور مثلا لمواقع التواصل الاجتماعي اللي خاصه بالجالي اللي قلنا لحتى ينشر الخبر بالصوت والصوره والكلمه كمان في اشخاص بيجوا بيجيبوا طيارات هول الدرونز بيطلعوا بيصوروا المسيره من فوق حتى مثلا مساله بدي الفت النظر لها بالمسيره في اشخاص كتير بيجيبوا اكل وبيتبرعوا حتى في اشخاص بيعملوا بسطه مثل المواكب الحسينيه نعم بحطوا فواكه، خبز، مي، يعني شو ما شو ما بيخطر اللي بيخطر على بالك بتمشي وبتشوف وبتاخذ يعني وهذا كلياته بحطه يعني حبا بالحسين عليه السلام، الحمد لله هذه المسيره بتجمع الكل على حب الامام الحسين عليه السلام وهي عباره عن اظهار الحب والولاء وأحياء الذكر على صعيد عمل جماعي يقوم فيه أبناء الجري يا سيدي أسألك الدعاء. يا سيدي أسألك يا على ظهري شايل ذنوب وأدري بالقيامة كل شي محسوب أريد أن سيدي منك شفاعة ترى بلياك تظهر كل العيوب بالمحاسب حاشا أتعاقب وانت يا الغالي شافع ذنوبي تنجيني ما تخليني حاير بأمري بالمصيرة عم كون مشارك مع هالشباب أه بقرأ شويه لطميات عاده أنا بقدم المسيره أه بقدم الخطباء أه بشارك بقراءه البيات الحسينية واللطميات الحسينيه وبساعد الشباب مثلا بقصه التنظيم قد ما في شو ما كنت قادر اني ساعدهم بالتنظيم بساعد بالتنظيم هلا انت عم تعمل معي انا مقابله بس الشيء المهم انه ينذكر انه في انه انا جزء بسيط من فريق عمل مولع بحب الامام الحسين عليه السلام وهذا العمل ما بي يعني ما بينجح الا بجهود عده اشخاص او اشخاص كثيرين بيجتمعوا يعني حتى نحن السنه الماضيه اعلنا باخر ليله من محرم انه بس فريق العمل بعاشوره بال بالقاعه لحالها هو 80 شخص او ما يزيد عن 80 شخص هذه بليله وحده كل ليله عندنا هيك. ف يعني في جهود كتير بتنبذل حبا بالامام الحسين عليه السلام بس في سر انه من هو هذا الشخص اللي كل هالشباب وهالصبايا والاخوه وهالاخوات وهالامهات وهالاباء وهالابناء بيتركوا كل شيء او مثلا ممكن يجوا ويقدموا وقتهم ومالهم وتعبهم وجهدهم ويستغنوا يعني مثل ما ذكرت لك مثلا عن ايام العطل الخاصه بهم بهم من الشغل او يستغنوا عن عن جوانب من ارزاقهم صراحه لحتى انه يجي هو ويكون حاضر ويشارك ويبادر بخدمه الامام حسين وما بيطلب مقابل ولا شيء لك اني بس كرمال الامام حسين فمن هو هذا الشخص سبحان الله يعني هذا حب الامام حسين عليه السلام ومثل ما قال رسول الله انه ان للحسين حراره في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا. انا مولاي مو خايف من الموت الدنيا تنتهي والاجل موقوف بس خايف يجي عاشور ثاني وانا بمجلس عزاء ما الي صوت العمر فدوه والله ما يسوى لكن احتاج لخدمه احبابك اريد اخدم بالعزاء القم غايتي بعمري اذكر مصابك يا سيدي نسالك الدعاء يا سيدي نسالك الدعاء خدمه الامام الحسين عليه السلام خاصةً بمجال الإعلام مهم جدا وبيتطلب يعني طاقة أكثر وأقوى بيتطلب اختصاص لحتى يكون الشغل مليح وحرفي ومهني فهذا الشيء بيتطلب إنه إنه نحن كجاليات مثلا عايشة برا بهذه الحالة عايشين بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن نحن بوضعنا بمدينة ديربون بولاية ميشيغان أرحم من يمكن المدن التانية عبر أو آه على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية بس المطلوب إنه يكون في عنا شباب آه عندها خلفية إعلامية عندها مهنية عندها حرفية بهذا الموضوع وخبرة لحتى يكون العمل آه يقدر يوصل الفكرة توصل صح بشكل مرتب ومنظم وحلو آه ونقدر نوصل للشباب وللجيل الناشئ انه هذا شيء مهم كثير لانه نحن اذا ما قدرنا نوصل لجيلنا بالوسائل اللي هو هلا عم بيتعلمها وسائل الاتصال اللي هو آه عم بيستعملها وبيستخدمها وبيفهمها اذا ما قدرنا نوصل له عبر هذه الوسائل رح نخسر ورح نخسر هذه الهويه وهو هذا الجيل رح يخسر هذه الهويه وهذا حيكون شيء يعني سيء جدا بقاء الخدمة الحسينية أمر مهم جدا جدا لسبب إنه نحن بس نكون بمجال خدمة الإمام الحسين ومشروع الإمام الحسين عليه السلام نحن عم نكون عم ننشر رسالته وعم نوصل رسالته، هون في مسألة إنه الخدمة لازم يعني خادم الإمام الحسين عليه السلام كمان لازم يكون في عنده ثقافة إسلامية وثقافة حسينية لأنه هو هذا هذا المطلوب إنه هو يكتسب الثقافة ويساعد على نشرة يعني سواء كان شاب مثلا أو, أو أخت عم بنظم برنامج ليش عم بنظم البرنامج لحتى هذا لحتى رسالة الإمام الحسين وذكر الإمام الحسين ينتشر ويوصل سواء كان هو مثلا عم بنظم برنامج من ناحية إدارية أو أنه عم بنظم عم بضيف كباية شاي أو سندويشة هذا كلياته بيخدم أنه العالم تحضر وتجي وتتفاعل وتتذكر الإمام الحسين تعرف السيرة الحسينية وتعرف الرسالة الحسينية يعني أهمية السيرة وأهمية الرسالة هو جدا مهمين فهذا هذا الشيء ما ما بيقوم إلا عبر الخدمة الحسينية إنه اللي إحنا لازم نكون كمجتمع آه عنا ثقافة خدمة الإمام الحسين ومشروع الإمام الحسين ومحبين الإمام الحسين عليه السلام لحتى تضل هيدي الهوية عنا وعند أولادنا لبعدين لحتى أولادنا يطلعوا يقولوا إنه مثلا بي كان يخدم الامام الحسين بي كان يشارك بعاشورة أنا كمان بدي شارك بعاشورة بس بصير الولد يسال والجيل كله بصير يسال انه شو ليش كانوا يشاركوا ليش هالقد بيهتموا بالامام الحسين بيتعلموا هذا الشيء الامنيه هي انه طبعا بالدنيا تتيسر زيارة الإمام الحسين عليه السلام قدر الإمكان يعني مش بس مرة ومرتين لا عشرات ومئات المرات وزيارة العباس سلام الله عليه أمير المؤمنين كلها أمتنا بس الأمنية الكبرى هي بالظهور أنه الله سبحانه وتعالى يعجل لوليه الفرج لحتى لحتى ذكر الإمام الحسين ينعرف بالطريقة اللي لازم هو عن جد فيها ينعرف يعني هذا الشيء ما بيتم إلا إن شاء الله بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه فهي هذا هذا المنى انه يطلع الامام وان شاء الله بنكون من من اعوانه وانصاره وخدامه و وبتقوى هذه العلاقه مثلا بيننا وبين الامام وبيننا وبين الامام الحسين عليه السلام يا سيدي الدعاء يا سيدي يا ابو اليم على ظهري شايل ذنوب وادري بالقيامة كل شي محسوب أريد أن سيدي منك شفاعة ترى بلياك تظهر كل العيوب بالمحاسب حاشا أتعاقب وانت يا الغالي شافع ذنوبي تنجيني ما تخليني حاير بأمر محبوبي يا سيدي اسالك الدعاء